الصين تطمئن العالم، حطام الصاروخ سيحترق قبل السقوط. من الصين رسالة مهمة بشأن الصاروخ الخارج عن السيطرة. بالفيديو آخر تطورات الصاروخ الصيني بعد مروره على مصر للمرة الرابعة على التوالي. تلفزيون اليوم السابع يعرض لحظة مرور الصاروخ الصيني فوق القاهرة. تعليق لافت من البنتاغون بشأن الصاروخ الصيني وخطط التدمير. السلام عليكم، أهلا ومرحبا بكم في قناتكم كورة شراب. لطفا قبل أن نبدأ فلا تنسوا أن تدعمونا بلايك أسفل الفيديو حتى نوصل هذا الفيديو ل 9000 لايك. لو غير راضي عن تصرفات الصين ما تنساش تضغط لايك أسفل الفيديو، فهذا يساعدنا كثيرا في معرفة عدد المتعاطفين مع ما يحدث. ولا تنسوا أن تضغطوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. الصين تطمئن العالم، حطام الصاروخ سيحترق قبل السقوط. قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وينبين أمس إن معظم حطام الصاروخ الصيني الذي خرج عن نطاق السيطرة والمتوقع سقوطه من مكان غير معلوم على الأرض سيحترق عند دخول الغلاف الجوي، ومن المستبعد بشدة أن يسبب أي ضرر. وكانت صحيفة جلوبال تايمز الصينية قد ذكرت الأربعاء الماضي أن حطام الصاروخ لونج مارش 5B الذي أرسل جزءا من محطة فضاء مرتقبة إلى المدار في الأسبوع الماضي سيسقط على أرجح في مياه دولية وسط مخاوف من أن يسبب ضررا عندما يعود دخول الغلاف الجوي للأرض. ومن المتوقع أن يسقط الجزء الأكبر من الصاروخ الذي أطلق الوحدة الرئيسية لأول محطة فضاء صينية دائمة في المدار عائدا إلى الأرض في وقت مبكر اليوم السبت في مكان غير معروف. بينما أشارت تقديرات وكالة الفضاء الأوروبية في وقت سابق إلى أن أجزاء الصاروخ ستسقط في المناطق الجنوبية من إسبانيا والبرتغال وإيطاليا وصولا إلى أستراليا. من الصين رسالة مهمة بشأن الصاروخ الخارج عن السيطرة. أكدت الصين الجمعة أن مخاطر صاروخها الفضائي الخارج عن السيطرة الذي يتوقع أن يدخل الغلاف الجوي للأرض بعد أيام بعد انتقادات من قبل الولايات المتحدة بشأن خطر محتمل. وأطلقت الصين أول ثلاث مكونات لمحطة الفضائية الأسبوع الماضي بصاروخ يفترض أن يعود إلى الأرض، لكن لا أحد يعرف إلى أين بالضبط. وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية وانغ وينبين للصحفيين إن احتمال التسبب بأضرار على الأرض ضئيل جدا. وأوضح وانغ أن معظم حطام الصاروخ سيحترق عند دخول الغلاف الجوي للأرض ومن المستبعد بشدة أن يسبب أي ضرر. وكانت صحيفة جلوبال تايمز الصينية قد ذكرت يوم الأربعاء أن حطام الصاروخ لونج مارش 5B الذي أرسل جزءا من محطة فضاء مرتقبة إلى المدار في الأسبوع الماضي سيسقط على أرجح في مياه دولية وسط مخاوف من أن يسبب ضررا عندما يعود دخول الغلاف الجوي للأرض. وأوضح المتحدث أن الصين تولي اهتماما كبيرا بإعادة دخول المرحلة العليا من الصاروخ إلى الغلاف الجوي. على حد علمي يتبنى هذا النوع من الصواريخ تصميما تقنيا خاصا، وسوف يتم احتراق الغالبية العظمى من الأجهزة وتدميرها أثناء عملية إعادة الدخول التي لديها احتمالية منخفضة جدا للتسبب في ضرر لأنشطة الطيران أو على الأرض. ومن المتوقع أن يسقط الجزء الأكبر من الصاروخ الذي أطلق الوحدة الرئيسية لأول محطة فضاء صينية دائمة في المدار عائدا إلى الأرض في وقت مبكر يوم السبت في مكان غير معروف. وعادة ما تدخل مراحل الصاروخ المهملة إلى الغلاف الجوي بعد وقت قصير من الإقلاع وغالبا ما تسقط في الماء. ولم تحدد وكالة الفضاء الصينية بعدما إذا كانت المرحلة الرئيسية لصاروخ لونج مارش 5B الضخم يتم التحكم فيها أم أنها ستنزل خارجة عن نطاق السيطرة. وفي مايو من العام الماضي سقط صاروخ صيني آخر خارج نطاق السيطرة في المحيط الأطلسي قبالة غرب إفريقيا. وتتوقع وزارة الدفاع الأمريكية بنتاغون أن تسقط بقايا الصاروخ على الأرض يوم السبت. وقالت في بيان يوم الثلاثاء إن المكان الذي ستضربه لا يمكن تحديده إلا في غضون ساعات من عودته. الصاروخ الصيني، علماء يطلقون خريطة تتبع لحظي ل200 قنبلة موقوتة في مدار الأرض. تدور آلاف الأجسام التي صنعتها البشر حول الأرض ومعظمها لم يعد يعمل، وتمثل خطرا على الأقمار الصناعية العاملة والتي توفر خدمات حيوية مثل نظام تحديد المواقع العالمي GPS وتحذيرات الطقس. ولتتبع سلوك هذه الأجسام والتنبؤ به قام البروفيسور موريبا جاه وزملائه بإطلاق خريطة تتبع لحظية لمكان وجود كل جسم في الفضاء، ومن خلالها تجري مراقبة أجسام صاروخية كبيرة لديها القدرة على الانقسام إلى آلاف القطع. خلال عامين الصاروخ الصيني ستتبعه 10 أخرى مشابهة.
الصاروخ الصيني الذي يقترب من الأرض ويثير قلق البعض من أن حطامه قد يسقط في مناطق مهولة بالسكان خلال نهاية الأسبوع، وهو واحد من 11 إطلاقا تخطط الصين لتنفيذها خلال عامين بهدف بناء محطة فضائية جديدة. وستستخدم 2 من عمليات الإطلاق المقبلة صاروخا من الطراز العملاق نفسه، وهو لوج مارش 5B وفقا لتشكيلة تلفزيون الصين العالمية CGTN المملوكة للدولة. وتعد صواريخ لوج مارش 5B من بين الأكبر المصممة للوصول إلى المدار، ويمكن أن تنقل حمولة تصل إلى 27 طنا، ويبلغ طول الواحدة منها 16.6 مترا وعرضه حوالي 4.2 مترا وفقا للشبكة. وتخطط الصين لحمل وحدات من محطة الفضاء تيانغونينغ أي القصر السماوية، والتي من المقرر أن تكتمل بحلول نهاية عام 2022. الصاروخ الذي يترقبه العالم حاليا وقد تم إطلاقه في 29 من إبريل ونجح في تسليم أول وحدة من المحطة الفضائية، لكنه خرج عن السيطرة الأرضية. 8 عمليات إطلاق أخرى باستخدام صواريخ لونج مارش 7 ولونج مارش 2F الأصغر، وبحسب الشبكة الصينية ستنقل 4 منها البضائع، وستقل الأربع الأخرى رواد الفضاء. وجرى إطلاق أول صاروخ من نوعه لونج مارش 5B في عام 2020، ويعتقد أنه عاد إلى الأرض بشكل غير خاضع للرقابة، على الرغم من أن وكالة الفضاء الصينية لم تؤكد ذلك أو تنفيه، بحسب ما نقل موقع ذا فيرج عن جوناثان ماكدويل عالم الفلك في جامعة هارفارد. الصاروخ الصيني الشرد، ما مصير الحطام الفضائي وما أضراره؟ لحظات من القلق تنتاب البشرية مع كل دورة للصاروخ الصيني الشارد حول الأرض بعد أن فقدت الصين السيطرة عليه عقب نجاح مهمته في نقل الكبسولة المركزية لبناء محطة الفضاء الجديدة الصينية. ويفتح الصاروخ الصيني لونج مارش 5B أبوابا من التساؤلات حول مصير المئات من الأقمار الصناعية والصواريخ التي تحولت إلى حطام عقب انتهاء مهامها ولا تزال تسبح في الفضاء. الخردة الفضائية، وبحسب شبكة CNN الإخبارية الأمريكية، يوجد فوق الأرض سحابة من الخردة يزيد وزنه عن 9000 طن. والآن أعزائي المشاهدين، أعتقد أننا وصلنا إلى نهاية الحلقة، ولكن قبل أن أنهي حديثي سأطرح عليكم سؤال، وأتمنى منكم المشاركة بأرائكم في التعليقات، أين سيقع الصاروخ بالتحديد؟ لا تنسوا أن تشاركوا بأرائكم في التعليقات، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا. وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة، لا تنسوا الصلاة على النبي.